جمعه مواصله النضال من اجل الحريه، بالرغم من محاولات النظام لزرع كل اشكال الالغام، كل اشكال الخبائث. اراد ان يقسم الحراك الى طبقتين، الطبقه الاولى هي ما يسمى بالطبقه المثقفه، ويفتعل لها نقاشات ايديولوجيه لا تنتهي. اما على المستوى الطبقه الثانيه وهي الشعب، فيفتعل لها ازمات، ازمه الزيت والحليب والامور الاجتماعيه، حتى يلهي الناس، حتى يخرج الشعب الجزائري من مسار الثوره. بالرغم من كل القيود، من استنفار تام للمؤسسه الامنيه باستعمال اساليب رعب، اساليب بوليسيه، قمع، اعتقالات، غلق الجزائر العاصمه، حتى تحديد يعني بعض الامور، نقص من مستوى تدفق الانترنت، غلق لكل المنافذ، ومحاصره بعض المدن الجزائريه خاصه بها ولايات الغرب، محاولات النظام تفكيك الحراك بافتعال وزرع كل اشكال يعني الاختلاف، يحول اختلاف العادي السياسه في السياسه. نختلف، قد نختلف في الافكار، قد نختلف في الطرح، ولكن النظام يجند جيوش مرتزقه، مرتزقه اعلاميه، مرتزقه سياسيه، يجندها لتحويل اختلاف الى خصوم، ثم يحول الخصوم الى فتن، ثم يحول الفتن الى ادوات لمحاوله كسر الحراك. بالرغم من كل هذه الصعوبات، إلا أن الشعب الجزائري ما زال مصر، يخرج بالملايين في كل المدن الجزائرية من أجل كلمة واحدة، من أجل كلمة واحدة وهي الحرية. وهذه الحرية لها معاني، لها أبعاد، تتجسد في قيام دولة القانون، في تجسيد كل حرية الناس، وعدالة مستقلة تضمن حقوق وحرية الناس. هذا هو الصورة يعني المختصرة للحراك. إذا اليوم النظام حاول ويحاول في وقت وين يظن أنه يربح الوقت، إنه يضيع الوقت للجزائر. ربح الوقت هذا النظام هي مضيعة للوقت للجزائر، وهذا ما خلى كل الجزائريين بنخبها وبشبابها ببطالينها بجامعها بكل فئات المجتمع تخرج وتبقى ثابتة، حتى يعني في 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 في, في أيام يعني زاد الخناق على الجزائريين. وأذكر خاصة بعض ولايات الوطن المحاصرة يوما أي اليوم، إلا أن الحراك في الجزائر العاصمة وفي المدن الأخرى بقي صامد ثابت حتى يتحقق حلم الجزائريين والجزائريات، وهو الحرية، تحرير الوطن، تحرير الوطن. بعدما حررنا التراب في 54-62، نحرر المواطن الجزائري حتى تقام دولة بأتم معنى الكلمة، دولة تكون ملك للجزائريين، لا تكون ملك لمجموعة مصالح كما هي على حالها اليوم. شكرا. اليوم الجمعة 113 فيها مجموعة من الردود القوية على نظام البشتونة. هذه الردود القوية أولها أن النظام استعمل كل الوسائل والوسائل القذرة في أشكال مختلفة للثورة المضادة في الداخل وفي الخارج، ضد من؟ ضد شعب مسالم، ضد شعب ينادي بالحرية، ينادي بدولة العدل والحق والقانون. يخرج علينا النظام ليحاول أن يلصق أمراضه بالشعب، ويتهم الثورة الشعبية السلمية البيضاء التي يشهد القاصي والداني، يشهد العالم أجمع، البشرية كلها تشهد أن ثورة الشعب الجزائرية هذه ثورة سلمية ووطنية. يخرج علينا نظام الحكم ليقول أنها مخترقة من الانفصالية للسيباراتيسم، بينما الثورة وطنية وبفكرة الانفصال. يريد النظام أن يطعن في منطقة القبائل وهي جزء لا يتجزأ من الجزائر كباقي المناطق الأخرى، ومن خلال منطقة القبائل يريد أن يطعن في الثورة الشعبية وفي الوحدة الوطنية، بينما النخب الجديدة
إخواننا في منطقة القبائل ككل لم نشم رائحة واحدة مرة واحدة من شيء اسمه الانفصال. هناك أجيال جديدة تجاوزت حتى نخبها التقليدية وأصبحت كلها مشروع وطني كله يتمحور حول التغيير الجذري، حول بناء دولة العدل والحق والقانون، نظام ديمقراطي حقيقي. إذن النظام يريد أن يتهم ثورة موحدة وتدافع عن الوحدة الوطنية بالانفصال، وإن كان هنالك اليوم من شيء يحمي الوحدة الوطنية ويحمي الأمن القومي هو سلمية الشعب ووحدته، هذه واحدة. ثانيا يريد أيضا أن يعود بأسطوانته المشروخة إلى التسعينيات وما قبل التسعينيات بأساليبه القديمة، ليتهم الثورة الشعبية بماذا؟ بأنها مخترقة من الإرهاب، ويحاول أن يضخم هو ذاته جماعات معينة ليعطي الانطباع بأن في نهاية حركة إرهابية، بينما نحن لا نعرف إرهابا. فقط نقول للنظام، نحن نعلم جيدا كما يعلم النظام، نظام البشطولة، نظام العسكرة والبولسة السياسية، نحن نعلم جميعا من افتعل الانفصالية ومن يرعاها ومن صنع الإرهاب ويحميه ويستعمله في كل مرة كفزعة ضد الجزائريين. وبالتالي نقول إن الثورة الشعبية السلمية البيضاء ثورة وحدة وطنية، ثورة مشروع، ثورة سلمية، ثورة وعي جماعي وإرادة جماعية. ولن يستطيع النظام ببوليسه السياسي وأحزابه السياسية وإعلامه البذيء الرديء وحلفائه في الداخل وفي الخارج أيضا الذين لا يريدون للشعب الجزائري أن يتحرر سياسيا ويؤسس للدولة الحديثة، للمجتمع الحديث، للديمقراطية الفعلية، ويصبح فعلا شعبا سيدا، الشرعية بيده والرقابة على نظام الحكم بيده. نحن نقول أيضا لأطراف أخرى بالدرجة، نقولها لكم، عاد اللي يوجعوا راسه أو اللي ينضر أو اللي عنده مخطط في راسه حاب يمشي مع النظام، من أراد أن يسير في طريق النظام فليسير، من أراد أن يختار منهج الانتخابات النظامية، شفتوا البارح حتى في الرفاف شفتوا الطريقة اللي دار بها الانتخابات، فما بالك بانتخابات وطنية في المجلس الشعبي الوطني. وإلى ذلك نظام البشطولة، نظام العسكرة والبولسة السياسية في الجزائر حتى على أيام الحزب الواحد، والبارح أثبت في الفاف بأنه حزب واحد، حتى على أيام الحزب الواحد هو اللي يدير قانون الانتخابات، هو اللي يحدد الدوائر الانتخابية، هو اللي يدير المترشحين، هو اللي يعين كل شيء، ورغم ذلك يزور. إن هذا النظام فاسد مفسد بالطبيعة، عنيف، يعني يمارس الترهيب بالطبيعة ومزور بالطبيعة. نقول لأطراف كثيرة من الذين يبررون سلوكاتهم، عاد اللي يوجعوا راسه، سمحوني نقولها بالدارجة، اللي يوجعوا راسه ولا عنده مخطط مع النظام ولا حاب يخدم مع النظام يبدا في التهجم على الثورة الشعبية. نقول لهم هناك شيء اسمه شرف الخصومة، شرف الخصومة. ونقول لهم نحن نحترم السلمية وأخلاق الثورة، لكن إن اقتضى الأمر أن نعري الجميع فرضا من الذين يتطاولون على الشعب والذين يتطاولون على ثورته السلمية من أجل الحرية ودولة العدل والحق والقانون، فإننا سنعريهم فرضا لأنهم يتطاولون على إرادة الشعب. والبادئ أظلم، وهذا الرسالة موجهة لكل من يختبئون وراء النظام وراء خيارات معينة من أجل الطعن في الشعب. أردتم أن تسيروا في أجندة النظام فلكم ذلك، وأنتم أحرار، ونحن نحترم ذلك، ولا مجال لأن نحول صراعنا مع إخواننا في الشعب حتى وإن اختلفوا معنا أو انتقدونا، ولكن لا نسمح أن يتطاول على الجزائريين وأن يتهم الجزائريون في سلميتهم وشرفهم ويتهموا في وحدتهم الوطنية. والنقطة الأخيرة التي أردت أن أقولها، هذا النظام الذي يريد ببوليسه وأمنه وقمعه يريد أن يعتقل كل صوت حر، وأنتم تشاهدون الترعيب والترهيب الذي يمارسه ضد البسطاء من الناس في كل مكان. نقول له لم يعد كافيا اليوم، وهذا واجبنا وفرض علينا، أن ندافع عن معتقلين حيث كانوا في كل ولايات القطر، لكن سنعمل كشعب كإرادة جماعية أن تتوقف هذه الاعتقالات نهائيا، ولن نسكت أبدا بكل ما تسمح به الوسائل السلمية
عن هذه الاعتقالات وعن هذه الآلة القضائية الأمنية التي تريد أن تركع الجزائريين. لن نركع، لن نركع، لن نركع إلا إلى الله، ولن نسمح بأي تجاوز في حق الثورة الشعبية ما دمنا نبحث عن تحرير هذه الأرض، كما قال أخي كريم، تحرير الأرض حرره الشهداء، قام به الشهداء. نحن نعمل اليوم على تحرير الإنسان لصناعة الدولة بمصنعة مشروع المجتمع القادم، لنتجه نحو المستقبل، نحو 2040، 2070، 2100، بينما النظام يريد أن يغرقنا في الفتن ويعود بنا إلى الماضي، ماضي الفتنة الأهلية في التسعينيات، وحتى إلى الماضي الكولونيالي، لأن أساليب النظام الجزائري اليوم ما هي إلا مستنسخات عن النظام الكولونيالي. وحدتنا قوتنا، سلميتنا منهجنا، والتغيير الجذري غايتنا. وصح صيامكم ورمضان.